السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو هذا طبعا أسجله بعد فيديو الحوت وسيدنا يونس. أحييكم طبعا، محدثكم سلمان الأحمدي، أتمنى أنكم تكونوا بصحة وسلامة وسعادة دائما. أيضا الإشاعات والاستغراب، وسبحان الله من يعني الشوق ويعني تفتح العقول للإشاعات، سبحان الله. إشاعة أخرى انتشرت أيضا في الواتساب، وهي زواج الرئيس السوداني بالمرأة بالزوجة الثالثة. وسبحان الله يعني تزوج الرئيس السوداني الزوجة الثالثة وكذا وكذا وكذا. أنا ما هو الذي قمت بعمله؟ شاهدت الفيديو. المملك أو عاقد القران الذي يعقد القران يقول عاقد القران، كتبت الاسم عمر علي حسن أحمد البشير، يعني الزوج أو العريس اسمه عمر علي حسن أحمد البشير. أعتقد هذا الموضوع كل واحد فينا يستطيع أن يقوم به. لست عالما ولست يعني عبقريا لأقوم بهذا الشيء، ببساطة كل معظم الناس لديهم في الموبايلات أو الجوالات أو الهاتف المتنقل يعني إنترنت أو الشبكة، يعني في دقيقتين، أنا يعني دقيقتين تستطيع أن توقف الإشاعة عندك. يعني سبحان الله، حتى ما هو الغرض؟ يعني ممكن قصة إشاعة الحوت وسيدنا يونس هذه ممكن نستنتج الغرض منها، لكن هذه ما عرفت شنو الغرض منها. كتبت الاسم، لا أطيل عليكم، كتبت الاسم ودخلت على الإنترنت. المعلن بي سي، كتبت على جوجل، دخلت على جوجل وكتبت الرئيس السوداني، الرئيس السوداني عمر البشير، على طول فتح لي طبعا مجموعة من المواقع. أي موقع تدخله، ويكيبيديا أو أي موقع آخر إخباري، يعني تستطيع أن تأخذ منه اسم الرئيس السوداني. الرئيس السوداني اسمه عمر حسن أحمد البشير، عمر حسن أحمد البشير، والعريس اسمه عمر علي حسن أحمد البشير. إذا ببساطة العريس ليس الرئيس السوداني. ما طبعا يكون اي احد يتزوج، وهذا ليس موضوعنا الان، الثالثة الثانية الرابعة ليس موضوعنا، ولكن فكرة ان تكون يعني فكرة ان تكون اشاعة وكذب يعني وكذبة، هذه هي المشكلة. يعني تعود الناس، يعني هذا الموضوع ليس بسيطا، يعني إشاعة وانتشرت، هذه تأتي في ما يسمى التشفير في المخ، ومن ثم التأثير في داخل في البطن، يعني في البطن في العقل الباطن وإلى آخره يعني، ومن ثم تنتج نواتج عقلية وسلوكية غير سليمة لكثرة، لأنه الإنسان أصلا يعني عندما يغذي نفسه أو عندما تكون معلوماته الأساسية عبارة عن إشاعات، هذه طبعا السلوك سيبنى على هذا التصرف، على هذه المعلومات. فمساهمة أخرى مني بسيطة في قناتي البسيطة، الكاميرا مالها، مساهمة بسيطة مني في قناتي البسيطة في إيقاف هذه الإشاعة. وأتمنى أن يعني كل شخص يعني مجهود بسيط جدا، بسيط جدا يا جماعة، في هذا العصر، في هذا القرن، في هذا الزمان، يعني ببساطة جدا تستطيع أن تعرف الكذب من الحقيقة. أضف إلى ذلك الأحاديث المكذوبة، الأحاديث الموضوعة، وثم إلى القصص المؤلفة، ويقول لك قصة هناك وقصة حصلت وحدثت في الهند وفي الصين، وكلها من تأليف شخص، والله أعلم بالنيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.